بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في درس جديد من دروس القواعد، ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن الاقتراح. أخذنا بالدرس السابق موضوع التعبير عن التفضيل، وقلنا موضوع التعبير عن التفضيل وموضوع الاقتراح بالإضافة إلى موضوع الدعوة ممكن نلقيهن بالكتاب، في كتاب الطالب في درس spare time وقت الفراغ اللي هو unit 2 lesson 2 الوحدة الثانية الدرس الثاني. شرحنا ذاك الدرس، قلنا نعم نعطينا استماع لمحادثة لازم نستمع لها، وبعد ما نستمع لهذه المحادثة اللي هي عبارة عن تقديم للثلاث مواضيع لنا اللي ذكرناهن، ينطينا هاي الكلام مال المحادثة اللي يقومون بها هذول الأربع أشخاص، لازم نرتبهن حسب ما سمعناهن. بعدها يبدأ ينطينا القاعدة مال الثلاث مواضيع أو الصيغ المطلوبة أو الأساليب. أخذنا أمس إكسبريسنج preferences، او اخذنا بالدرس السابق expressing preferences. اليوم ان شاء الله راح ناخذ suggestion وهو الاقتراح. suggestion الاقتراح عندنا ذني الاخير ثلاث صيغ هن تابعات الاقتراح، why not و let's اللي يجي وراها go يعني فعل مجرد خالي من اي اضافه ولا يجي قبل to، و how about اللي يجي وراها فعل b-i-n-g مثل ما تشوفون وراها تكملة. هسه نجي على موضوعنا الاقتراح suggestion، واحنا لازم نعرف هذا الموضوع بالانجليزي اسمه suggestion، واحنا نعيد ونكرر على اهمية معرفة اسم الموضوع بالانجليزي، لانه اذا ما تعرف اسم الموضوع اكيد ما راح تعرف شنو المطلوب منك بالسؤال، وبالتالي ما راح تعرف شلون تحل. ينقسم هذا الموضوع طبعا حال حال موضوع شنو التعبير عن التفضيل، وحال حال موضوع الدعوة راح ناخذه بالدرس القادم. ينقسم هذا الموضوع الى ثلاثة اقسام، وخل اذكركم احنا قلنا التعبير عن التفضيل والاقتراح والدعوة بهن ثلاثة اقسام. القسم الاول هو الصياغة، القسم الثاني القبول، والقسم الثالث الرفض. بالثلاث مواضيع القبول والرفض راح ناخذهن من الشابهات، يعني تقبل وترفض بنفس العبارة، وهاي حتى يسهل عليكم عملية التعامل بين الثلاث مواضيع. أما الصياغة لا، فتختلف بكل موضوع لها ترتيبها الخاص. فسينقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام، وهي أولا صياغة الاقتراح. إذا احتوى السؤال طبعا السؤال الوزاري على كلمة suggest، شنو suggest معناها اقترح، او make suggestion يعني صغ اقتراحا. هسه السؤال ايش بيه اذا بيه كلمة suggest او make suggestion. suggest معناها اقترح و make suggestion معناها صغ اقتراحا، فنجيب باحدى الصيغ التالية. يعني شلون نصيغ اقتراح بهاي الصيغ التالية؟ الصيغ احنا مثل ما شفناهن بالكتاب، واضح ذا نتلا الصيغ مثل ما شفناهن بالكتاب، why not و let's how about. هسه نجي ناخذ شرح عليهن. why not معناها لما لا، يجي وراها قلنا فعل مجرد خالي من اي اضافه وماكو قبله to، اكيد وراها تكمله. let's معناها دعنا، وايضا يجي بعدها فعل مجرد خالي من اي اضافه وماكو قبله to وبعدها تكمله. how about معناها ماذا عن، هنا how about تختلف يجي وراها فعل شبيه يحتوي على ing، واضح؟ وايضا يجي وراها تكمل. هسه شفنا ثلاث صيغ، why not و let's يجي وراها فعل مجرد، و how about يجي وراها فعل يحتوي على ing. زين، هذا الفعل المجرد اللي بصيغه why not واللي بصيغه let's والفعل اللي يحتوي على ing اللي بصيغه how about، وين القاهن بالسؤال ذني؟ شلون اعرفهن؟ ف
فمنطيك هاي الملاحظة. ملاحظة: الفعل المجرد أو الذي يحتوي على ING، يعني أما بالصيغتين الأولى أو بالصيغة الثالثة. الفعل المجرد أو الذي يحتوي على ING الذي تحتاجه في الجواب، يعني بهاي الصيغة اللي تحتاجه بهاي الصيغة، يوجد بالسؤال بعد to. واضح؟ وين نلقاه بالسؤال بعد to؟ زين، ناخذ مثال. قال لك suggest your brother، يعني اقترح على أخوك to play football، أن تلعبون كرة القدم. هسه شفتوا to play، شفتوا to؟ هذا الفعل play هو اللي نحتاجه، اللي نحتاجه سواء إذا بالصيغتين الأولى والثانية مجرد، وإذا بالصيغة الثالثة لازم يحتوي على ing. فإحنا هسه عرفنا أنه المطلوب من عندنا صياغة الاقتراح. ليش؟ لأنه السؤال احتوى على كلمة suggest، اقترح. واضح؟ فنجي نحل بوحدة من الصيغ. أقدر أقول let's، دعنا ورا let's شي خلي، هسه هاي الصيغة let's خليناها، أخلي فعل مجرد، والفعل المجرد ألقاه بسؤال بعد كلمة to، وأكمل التكملة طبعا let's play football، يعني دعنا نلعب كرة القدم. أو أقدر أقول why not، وأيضا وراها فعل مجرد مثل ما شفنا بالصيغة، why not play football، لما لا نلعب كرة القدم. أو أقدر أقول how about، ماذا عن، لكن مو play، لازم أضيف ing، لأن احنا قلنا how about يجي وراها فعل يحتوي على ing، فصير how about playing football. واضح؟ طبعا هاي بالحالات الثلاث لازم يكون علامة استفهام بعد. واضح؟ إن اقتراح طلب. زين، هسه صار واضح شلون اصيغ الاقتراح. اذا عندي بالسؤال suggest او make suggestion، فمعناها المطلوب مني صياغة اقتراح. شلون اصيغ الاقتراح؟ عدة صيغ: why not، لما لا، let's، دعنا، then يجي وراهن فعل مجرد، اما how about، ماذا عن، يجي وراها فعل يحتوي على ing. زين، هذا الفعل المجرد او الفعل اللي يحتوي على ing وين القاه؟ القاه بالسؤال بعد كلمة to، واخذنا مثال وحلينا. هسه نجي على ثانيا، وهي قبول الاقتراح. اذا احتوى السؤال على كلمة suggestion، يعني انت بالسؤال شفت كلمة suggestion، عرفت انه هذا موضوعك شنو؟ الاقتراح. من عرفت هذا موضوعك الاقتراح، لازم تفهم المطلوب من عندك انه تصيغ اقتراح او تقبل اقتراح او شنو، توافق او ترفض عفوا اقتراح. فلازم تعرف من شفت كلمة suggestion وعرفت انه اقتراح، لو صياغة، لو قبول، لو رفض. فهسا اذا احتوى السؤال على كلمة suggestion اللي معناها اقتراح، مسبوقة يعني مو مباشرة، ليس مباشرة، بأكسبت، وافق معناها. يعني هاي كلمة accept، أما تجي مثلا بالبداية أو بالنهاية، يعني حسب السؤال، حسب ترتيب السؤال. بس ننبه أنه accept معناها وافق. خاف يعني في بعض الأحيان يجيب لكم كلمة agree اللي هي أيضا معناها وافق. واضح؟ هسه شلون السؤال إذا بكلمة suggestion عرفت الموضوع اقتراح، مو؟ وهذا حتى عرف قبول الاقتراح شنو؟ تجي يعني ويا كلمة accept اللي معناها وافق، أو جملة اقتراح. يعني مرات أنا ما تجيني بالسؤال كلمة suggestion، فشلون أعرف هذا الموضوع موضوع اقتراح؟ فتجينا جملة اقتراح، احنا عرفنا من أخذنا صياغة الاقتراح، عرفنا أنه جملة الاقتراح بمن تبدي؟ تبدي بأما why not أو let's أو how about. واضح؟ فإذا أجتنا مثل هاي الجملة هسة، عندنا بهذا المثال let's play football، هاي ما مكتوب أنه أكو suggestion اقتراح، بس أنا عرفت اقتراح. شلون عرفت اقتراح؟ لأنه بادية بlets، وكذلك اللي بعدها بادية why not، وكذلك اللي بعدها بادية how about. واضح؟ فمن خلال هاي الصيغة اللي هي صيغة صياغة الاقتراح، عرفت أنه الموضوع هو الاقتراح. واضح؟ فإذا أجتنا أيضا جملة اقتراح وجدت وراها accept، وافق، فنجيب بالعبارة الآتية. شنو العبارة؟ Yes, I'd love it، نعم أحب ذلك. هسا انتبهت، نفس العبارة اللي تستخدمها حتى توافق مع تفضيل شخص ما. واضح؟ نفس العبارة حتى تحفظها، هي عبارة وحدة ومقبولة، وبالامتحان إذا جاوبتها تحصل عليها درجة كاملة. ونفس العبارة هاي راح ناخذها مع قبول الدعوة. واضح؟
فهسه منطينا مثال accept your friend's suggestion to play football. هسه أنا اجتني بالسؤال بالأسئلة عفوا أو بالامتحان هذا السؤال أول مرة رد أعرف هذا السؤال يا موضوع حتى أحل لقيت كلمة suggestion واضح من لقيت كلمة suggestion افتهمت أن هذا موضوع الاقتراح زين هذا موضوع الاقتراح ويا كلمة accept إذا بس كلمة suggestion يعني make suggestion أو suggest فمعناها صياغة بس إذا أجت وياها كلمة accept بعدها وراها أفتش بالسؤال إذا هو كلمة accept فمعناها المطلوب عندي قبول الاقتراح واضح فهو قال لك accept وافق على your friend's suggestion اقتراح صديقك to play football للعب كرة القدم فشلون توافق عندنا هاي العبارة جاهزة هي yes I'd love it نعم أود أو أحب ذلك واضح زين نأخذ المثال الثاني how about playing football how about playing football زين هسه هاي من اجتني بالامتحان ارد اعرف هذا يا موضوع الاقتراح زين شلون عرفت انا هذا موضوع الاقتراح ما مكتوب كلمه suggest ولا مكتوب suggestion عرفته من خلال الصيغه اللي هي صيغه صياغه اقتراح باديه how about واضح how about ماذا عن وراها ينجي عرفت انها صيغه اقتراح وقال لي accept وافق على هذا الاقتراح شلون اوافق اكيد بعباره yes I'd love it نعم أود ذلك هسه بقبول الاقتراح اتفقنا انه اذا السؤال يحتوي على كلمة suggestion او هي جملة اقتراح يعني شلون اعرف جملة اقتراح بادية اما blacks او why not او how about فمعناها عرفت انه هاي جملة اقتراح واضح او هي السؤال يعطيك اياه بكلمة اقتراح فمعناه هذا الموضوع اقتراح زين اجت وياهن كلمة accept معناها وافق او قلنا مع كلمة agree اللي ايضا معناها وافق فمعناها انه الموضوع هو قبول الاقتراح فشلون اجاوب بعبارة yes I'd love it نعم اود ذلك هسا نجي على الرفض ثالثا رفض الاقتراح إذا احتوى السؤال على كلمة suggestion اقتراح مسبوقة ليس مباشرة refuse شنو refuse ارفض واضح وهم انبهك مرة ثانية احتمال تجي كلمة disagree هم معناها ارفض او لا توافق واضح فهسه إذا احتوى السؤال على كلمة suggestion اقتراح مسبوقة ليس مباشرة refuse كلمة refuse اللي معناها ارفض أو جملة اقتراح متبوعة برفيوز ارفض هسه فهمنا انه اذا سؤال بيه كلمة suggestion عرفنا اقتراح بس مرات هو يعطيك جملة اقتراح يعني جملة بيها صياغة اقتراح مثل ما هسه حكينا بالقبول معناها بادية بأما why not أو let's أو how about ذن بالحالتين اذا اجا وياها الرفيوز فنجيب بالعبارة الآتية شنو هي العبارة I don't really love it I don't really love it. لا أحبها كثيرا أو لا أحب ذلك كثيرا انتبهتوا نفس العبارة اللي استخدمناها حتى نرفض شنو أو لا نوافق التفضيل مع التعبير عن تفضيل شخص ما ونفس العبارة راح ناخذها مع رفض الدعوة وإحنا قلنا ليش ربطناها وسويناها من شابهات القبول والرفض بثلاث مواضيع حتى صير سهل عليكم تحفظوا لكم فقط عبارتين وحدة للقبول ووحدة للرفض زين ناخذ مثال هسه قال لك refuse your friend's suggestion to play football يعني ارفض اقتراح صديقك للعب كرة القدم ثاني أول ما أجيت أردى أفهم هذا النقطة على اليمن علي موضوع أدور لقي suggestion فافتهمت إنه هذا موضوع الاقتراح زين الاقتراح أنا دارس بيه ثلاث أقسام فهذا صياغة قبول رفض لقيت كلمة refuse فمعناها شنو معناها هذا الرفض شلون أرفض عند العبارة جاهزة اللي هي I don't really love it واضح لا أحب ذلك كثيرا أو لا أحبها كثيرا زين How about playing football المثال الثاني ماذا عن لعب كرة القدم refuse زين هاي أنا refuse أعرفها معناها رفض شلون أعرف هذا يا موضوع؟ أنا أريد أجاوب غير أعرف يا موضوع أنا هسه أقدر أقول هذا موضوع الاقتراح ليش؟
لأنه بادي بهو أباوت، وهاي هو 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 أباوت بلينج فوتبول، هاي شنو؟ هاي صيغة صياغة اقتراح، يعني هاي بادي هو أباوت، ففهمت أنه هذا الموضوع اقتراح ويريد من عنده ريفيوز رفض، فأجاوب شلون؟ بالعبارة الجاهزة اللي هي I don't really love it. هسه واضح؟ هسه رفض الاقتراح، شلون ارفض الاقتراح؟ اذا عندنا بالسؤال كلمه suggestion او الجمله هي جمله اقتراح واجا وياها الرفيوز بمعنى ارفض، وقلنا احتمال مرات disagree، فاجاوب بالعباره الجاهزه اللي هي I don't really love it، لا احبه احبها كثيرا او لا احب ذلك كثيرا. هسه افتهمنا موضوع الاقتراح انه بيه ثلاث اقسام، القسم الاول على الصياغه وبثلاث صيغ لازم احفظهن، الصيغه الاولى والثانيه why not و let's يجي وراها فعل مجرد، وصيغه how about يجي وراها فعل ing وتكمل بكل الاحوال بالثلاث صيغ، وعندنا القسم الثاني هو القبول، شلون اقبل؟ اقبل بعباره yes I'd love it، والقسم الثالث هو الرفض، شلون ارفض؟ ارفض بعباره I don't really love it. هسه نجي على الأسئلة الوزارية، وراح تلاحظون هذا الموضوع أيضا من المواضيع اللي يركزون عليه بالوزاري، وأنا من أقول يركزون عليه بالوزاري لأنه أنا شفت هذا التركيز موجود بالأسئلة الوزارية، مو معناها أنه هذا الموضوع مهم وباقي المواضيع مو مهمة. عندنا question number two، السؤال الثاني A النقطة الأولى How about visit لو visiting لو to visit our sick friend، ماذا عن ومطيق فراغ واختيارات إلى ثلاثة our sick friend صديقنا المريض، طبعا زيارة هي. فساعدنا How about، ايش تعلمنا احنا How about ايش يجي وراها؟ يجي وراها لازم فعل يحتوي على ING، جدا بسيطة هاي، فالحل راح يكون visiting. بنفس الأسئلة عندنا فرع B النقطة الثالثة قايل لك let's play tennis، دعنا نلعب التنس، وش قايل لك بين قوسين؟ قايل لك accept، زين أنا accept أعرفها أقبل، زين شلون عرفت هاي؟ let's play tennis موضوع الاقتراح لأنه بادي بلاتس وهي واحدة من أساليب صياغة الاقتراح. هسه المطلوب من عندي أقبل على اقتراح معين، شلون أقبل؟ أقبل بهاي العبارة الجاهزة اللي أخذناها اللي هي yes I'd love it. هسه نجي على نموذج رقم 2، عندنا ايضا question number 2 فرع A النقطة الثانية قايل لك make suggestion صغ اقتراحا for your little brother لأخوك الصغير about عن where to spend أين تقضي the holiday العطلة. ايش قايل لك؟ use استخدم، واحنا قلنا هاي يوز لازم تحفظها لان تحتاجها هواي بالقواعد، هاو اباوت يعني شنو؟ يعني انت المطلوب من عندك ميك سجستشن، واضح؟ يعني صغ اقتراحا، يعني هسه المطلوب من عند القسم الاول اللي هو صياغه الاقتراح، واضح؟ زين صياغه الاقتراح بثلاث صيغ، هو هنا شو يريد من عندك؟ يريد منك بصيغه هاو اباوت، فانت ما مخير انه تختار صيغه واي نوت او صيغه لتس، هنا انت مجبر انه تختار صيغه هاو اباوت. فتبدي تخلي how about بالبداية وتخلي وراها لازم شنو؟ how about فعل b-i-n-g، هذا الفعل b-i-n-g احنا قلنا وين نلقاه بالسؤال؟ نلقيه بعد التو، فنفتش وين التو؟ هاي التو، مو؟ واضح؟ فالجواب راح يكون how about والspend اكيد لازم اضيف l-i-n-g، يصير how about spending the holiday، طيب لفت تكملة معينة مثلا in بصره،
واضح؟ الجواب يكون How about spending the holiday in بصرة؟ هسا نجي على نموذج رقم 3. ايضا عندنا question number 2. question number 2 وهاي هذا النموذج به نقطتين على الاقتراح. question number 2 فرع A النقطة الثانية. How about مطيب go to the mall؟ وقايل لك correct the verb، صحح الفعل. انتبه، هاي طريقة جديدة عن تصحيح الفعل، لأن احنا تعلمنا انه تصحيح الفعل يجي مع الأزمنة. هسا من شفنا how about معناها هذا موضوع الاقتراح. How about ايش يجي وراها؟ يجي وراها فعل بـ-ing. فش يصير الحل؟ الحل يصير how about going to the mall. هسا النقطة الخامسة نفس الفرع ذا، تنزل النقطة الخامسة راح تلقى let's go for a picnic today، دعنا نذهب لنزهة اليوم. وقايل لك accept، نفس الفكرة accept اقبل. شلون عرفت موضوع الاقتراح؟ اكو let's، اذا هذا قبول الاقتراح. شلون اجاوب؟ جوابي راح يكون yes I'd love it. هسه نجي للنموذج السادس question number 2 فرع اي النقطة الرابعة. Let's go to the park، دعنا نذهب للبارك للمتنزه. قال لك accept، نفس الفكرة accept اقبل. شلون عرفت موضوع الاقتراح؟ اكو let's، اذا شلون اجاوب؟ اجاوب بالعبارة اللي بيها اقبل الاقتراح، وهي فجوابك راح يكون Yes, I'd love it. فرع B أيضا يحتوي على نقطة عن موضوعنا الاقتراح، النقطة الرابعة. How about شفتوها ماذا عن فراق to the mall، إلى المول. ومطيق go لو going لو to go، أعتقد صارت واضحة الفكرة. How about يجوراها شنو؟ فعل لازم يحتوي على ing، فالجواب راح يكون going. انت من تجاوب لازم تقول b لانه منطيق خيار b. نجي على النموذج الثامن وايضا question number 2 فرع a النقطة الخامسة. قالك let's play a game of chess، دعنا نلعب game of chess يعني شطرنج. وقالك accept ايضا نفس الفكرة مكررة، accept اقبل و let's عرفت اقتراح، اذا الموضوع قبول الاقتراح، فجوابي راح يكون بالعبارة الجاهزة اللي هي yes I'd love it. فرع B أيضا يحتوي على نقطة عن الاقتراح وهي الأولى. قال لك How about dash a TV film؟ ماذا عن فراق TV film؟ يعني فيلم بالتلفزيون. مطيق A watch، B watching، و C to watch. أكيد إحنا تعلمنا How about، شج وراها لازم فعل يحتوي على ing، فالحل راح يكون B watching. هسه نجي على النموذج التاسع واكيد question number 2 فرع B question number 2 فرع B النقطة الثالثة. Let's dash to the library، دعنا فراغ الى المكتبة to the library. ومطيق A going، B to go، لو C go. هسه let's احنا تعلمنا شي جوراها، يجي وراها لازم فعل مجرد خالي من اي اضافة وماكو قبله to، فالجواب راح يكون شنو؟ C go، هاي الجو هي مجردة من اي اضافة.
هسه نجي على النموذج العاشر، واكيد عندنا السؤال الثاني question number 2، فرع اي النقطة، فرع اي النقطة السابعة. How about مطيق send بين قوسين، قال لك an email to our friends، ماذا عن email to our friends الى اصدقائنا، قال لك correct صحح. قلنا هذا الاسلوب يعني احنا اعتادين على تصحيح الفعل الموجود مع الازمنه، بس هذا جاي نشوف يجيبه وين مع الاقتراح. احنا تعلمنا انه how about يجي وراها فعل يحتوي على ing، فاذا الحل يصير how about sending an email to our friends. هسه نجي على نموذج 13 وهو النموذج الاخير اللي يحتوي سؤال على الاقتراح ايضا question number 2 فرع النقطة الثالثة. قال لك make suggestion صب اقتراحا intelligent little brother يعني اخوك الصغير who has الذي لديه a toothache اللي عنده toothache يعني شنو الم بالاسنان اخوك الصغير شبي يعني يقول لك سنونه توجعه عنده الم بسنونه فصغ له اقتراح ها مطيك هنا انا اشوف هاي الصيغه الجديده مطيك يوز استخدم see the dentist فهو مطيك الفعل see the dentist والتكمله يعني هنا حتى ما تحتاج تفتش اللي جاي ورا تو فالفعل موجود وين مطيك اياه وجائز see the dentist يعني روح شوف طبيب او تزور الطبيب طبيب الاسنان طبعا فانت هنا مخير انه تحل بأي صيغة تعجبك لأن ما حددك شلون الصيغة اقتراح أما تحل تقول له let's see the dentist أو why not see the dentist أو how about seeing the dentist. هسه لاحظنا بالطريقة let's why not الفعل بقى مجرد وبال how about اجى بعده ing. هسه اعتقد كملنا كل شيء بخصوص موضوع الاقتراح وفهمنا بانه موضوع اقتراح في ثلاث اقسام بالصياغة وبالقبول وبالرفض واخذنا الامثلة الوزارية وشفنا شلون يجينا بالوزاري وحليناهن اتصور الامور صارت واضحه. ان شاء الله الدرس القادم راح يكون عن موضوع الدعوه. فالى ذلك الحين اترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.